السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تنشكر منبر بير بريس اللي تواكب على مجموعة من الأحداث اللي تتوقع في تامن صورت. واليوم غنتحدث على شطر واحد بصفة خاصة وعلى تامن صورت بصفة عامة. المشكل اللي تنعانيو منه كساكنات شطر واحد أننا هذا المركب هذا اللي ورايا مركب ديال السوق كان بيكون سوق نموذجي ما باقيش كمل شوف شنو من الحيثيات داك الشيء انه اللي تيشكل عندنا عائق وتيشكل عندنا مشكل وهاجس لانه اصبح ملاذ لاي واحد ما قام يدير تيجي تيقصر فيه تيشربوا فيه الشراب ولا وكر الدعاره وهذا الشيء تيسيء السمعه ديال شاطر واحد والسكان ديالها وتيسيء السكان ديال تامن صورت هذه من الجهه الاولى. الجهه الثانيه انه لا اصبح كاين فيه كلاب ضاله بزاف هذه كلاب ضاله اللي تتعيق مشكل ديال السكينه عامه ديال تامن صورت لانه كلاب ضاله ولا اكثر من البشر وبالتالي اننا ولينا تنخافوا اننا نسخروا ولادنا للحانوت ولا تصيفطوا للمدرسه ولا تخرج مالين من الدار يقضيو شي غرض تتولي عندك الهاجس ديال انه راه في اي لحظه يمكن يتعرض لشي عضه ديال شي كلب. وخير دليل على هذا الشيء ان واحد يومين هذه واحد البنيه صغيره من ذوي الاحتياجات الخاصه تتلعب قدام الدار ديالهم فاذا بها تتصاب واحد العضه ديال واحد الكلب ما عرفنا واش جهل ولا ما جهلش شنو يعني كاين اشكال دابا كاين في محمد السادس وهذه ماشي هي الحادثه الاولى اللي كاينه ان هناك مجموعه من الحوادث في هذا الاطار كاين وحده كانت في شاطر 8 داك الشهر وكانت في شاطر 6 وكاين مجموعه ديال الاشطر ان مجموعه ديال الناس تعرضوا لهجمات ديال الكلاب الضاله وتنتمنى من السلطات المعنيه انها تحل لنا هذا المشكل لانه اصبح عائق لنا بالاضافه لمجموعه من المشاكل تاع هذا المشكل هذا لانه مشكل يومي اللي تنعانيو منه. نتمنى من الله تعالى يسمعونا ويكون الحل في اقرب العاجل ان شاء الله. السلام عليكم. كنطلبوا من الناس المسؤولين باش يشوفوا من حال هذا السوق هذا يا يديروا فيه شي حاجه يا يحيدوه يا المهم شي المهم المشكل اللي عندنا احنا هنايا هو دوك المتشردين والدراري اللي تيبغيو يتعلموا هذا الشيء تاع الخمر وسميتو تيجيو هنا تيجيو لهذا السوق تيدخلوا هما الدراري ديال المدرسه وتا دوك البنيات الصغار تاع المدرسه تا هما كيجيو لهذا السوق هذا والكلاب الضاله تا هما تيكونوا في هذا السوق هذا. المهم هذا السوق هذا تيشكل واحد الخطوره كبيره على هذا الحي هذا على هذا الحي هذا هو المشكل اللي عندنا هنايا. تنتمنى من السلطات تشوف هذا المشكل ديال هذا السوق هذا راه 14 سنة هو هاكا مهجور 14 سنة بس ساكن انا هنايا وهو مهجور هذا السوق هذا هو اللي تيشكلنا هذا الخطر ديال هذا الشيء هذا كلشي كيتخبى فيه أي حاجة كتخبى فيه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.